أهلا بكم. اليوم هنشارك معكم وصفة بسيطة وسهلة ما كتاخدش 5 دقائق في التحضير ديالها. كنسميها وصفة الإنقاذ السريع من السهولة ديالها والسرعة ديالها. فأتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. لو أول مرة كتشوفوا القناة كنتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتقلوا لمراحل تحضير وصفتنا السهلة لليوم. تقريبا استخدمت كيلو ديال الصدور ديال الدجاج كيف ما هي. كناخدها وكنفتحها من النص على شكل تقريبا فراشه كذا كتستحيها، ولكن ما تتقطعش كلها، يعني تفتح على بس شكل فراشه. كنفتحهم كاملين وننتقل للمرحله الثانيه. كما شفتوا كنفتحها بحرص وكنفتحها بشويه بشويه علشان ما تتقطعش. كنفتحها بحال هكا وكنقاد الا كان في ورا كده زي حاجه طالعه كده شلتها شويه عشان يبقى لما اقفلها تبقى مرتبه وشكلها كويس، فبتبقى كده مفتوحه على شكل فراشه. قطعت كل الكميه بتاعتي فتحتها وبتبلها. كنحط فلفل اسود وملح، بودره ثوم، بودره بصل فقط من الوجهين. بتبلها من هنا ومن هنا. بعد بحط جواها جبنه موتزاريلا فقط، بحط موتزاريلا. ممكن اخلط مع اي جبنه احنا بنحبها او عايزينها. كان متوفر عندي موتزاريلا، حطيت موتزاريلا فقط. فبحط في كل الصدور بتاعتي موتزاريلا وبقفلها وبروح للمرحله بتاعت البيض والبقسماط اللي هو لا شابلوغ عندنا. كنحط الصدر بتاعي في البيض كويس من الجانبين من هنا ومن هنا، وبحطها في لا شابلوغ او البقسماط وبحمرها في الزيت. سخنت الزيت قوي عشان احط عليه، انا مش عايزاه يستوي، انا بس عايزاه ياخد التحميره من فوق. فبكون طبعا الزيت بيبقى سخن وبحط عليها وبقلبها بس تاخد الوش الاحمر وكنخرجها عادي. الكمية بتاعتي اهي، الصدور بتاعي كلها تحمرت. طبعا هي ما استوتش، هي بقى مش طيبة، بس غير احنا خدنا الوش الاحمر الاولاني. فباخد طاسة تاني بحط فيها بصلاية مبشورة رفيع مع فصوصين توم برضو مبشورين رفيع، وبخليهم يتشوحوا على النار حتى البصل يدبل. بعد بزود طماطمتين متقطعين رفيع وبزود عليهم معلقة صلصة طماطم. بزود التوابل اللي هي الملح وفلفل فقط، وبخليهم يتشربوا شوية المية بتاعتهم، وبزود عليهم معلقتين كبار كريم الطبخ عشان تدي لذة كده للطماطم. اول ما بتستوي خلاص وتشربت الكريمه بتاعتنا وخلاص، بحطها فوق الصدور بتاعتي. كنحطها فوق الصدور ديالي وبحط عليها تاني جبنه موتزاريلا، وكندخلها كنغطيها الصينيه بغطيها وبتدخلوها الفرن مده نص ساعه. خلاص الصدور والاكله جهزت. ممكن نرفقها بمكرونه سباكيتي زي ما عملت اليوم، ممكن مش بوتيتو،
بطاطس بوري، ممكن رز بالخضار، أو ممكن بطاطا مقلية، بطاطا مشوية. فوجبة سهلة ولذيذة ما كتاخدش مني وقت نهائي، كتوجد في 5 دقائق. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها إن شاء الله وتشاركوها مع حبابكم. ما تنسونيش من اللايك ومن التعليق زوينة ديالكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، ومع السلامة. باي باي.